الوطن تمشي الغبار، تمر على شرع العقيم، ألحق بالركب ليسهل كل القبائل عن نسب ضعف الحقار، ليطلع السوق واطلع الورد في الدرب، ليمسح عن جبهتي على الواحد العصارة اللي دازت ديال العروض فيها ما فيها ولها ما لها وعليها ما عليها. عروض كانت جميلة في المستوى، كنتمنى أن بهذا الاحتكاك اللي هو أو التنافس الشريف بين الفرق المسرحية المشاركة يكون احتكاك يعني فيه واحد الروح يعني معنوية نفسية فنية. ما كانش الرابح ما كانش الخاسر، المهم هو المشاركة، والمشاركة لأن المسرح كل واحد عنده رؤية ديالو، كل واحد عنده خاصية ديالو، كل واحد عنده معتقد، كل واحد عنده كيفاش كينظر للحياة. جميل جدا. أنا كنت أطبخ على طبقين، طبق المسرح الجمهور العريض كمسرح حي، وأطبخ كذلك على مسرح تجريبي هو البحث عن هوية مسرحية مغربية. فعلا أنني تواجدت ما بين هاد القطرين أو هاد الفاصلين اللي كيجعلوني نكون فنان مغربي. والتفات الحميدة والجميلة والرائعة من طرف الهيئة أنها تكرمني، هذا الواحد عصارة ديال واحد العدد ديال المسرحيات، شرح ملاح، العقل السبورة، حسن السي، حبو تبن، بوتليس، تسليت، المرحلة ديال عاجل وفلان بطبيعة الحال، المرحلة ديال الهوات. هاد العصارة خلقت مني واحد شخص اللي ممكن عرفوه المغاربة عن طريق الشاشة أو عن طريق التلفزيون أو عن طريق المسرح أو عن طريق السينما. ما يحز في نفسي أنني تمنيت لو كان هاد افتتاح ديال هاد الدورة 13 ديال مهرجان المسرح العربي تكون في المسرح الكبير بالدار البيضاء، ولكن كنتظروا اونتر جيمي بين قوسين، كنتسناو يكون المسرح الكبير ناضي كنادي. شكراً.